بالنسبة للحالة الصحية ديال اللاعبين، عندنا استرجعنا لاعبين مهمين في هاد الأيام هذه. عندنا بعض اللاعبين تحسوا بعياء، خاصة اللاعبين اللي جراو المباراة ديال يوم الأربعاء، وكذلك عندنا محسن متولي اللي كان عنده زكام حاد في اليومين الأخيرين، ولكن اليوم غادي يجري الحصة معنا إن شاء الله. طبيعة الحال المحيط فكاين تدبير تنقل، لأن لا حنا ولا الخصم، فلازم يكون دبروا الرحله ديال المباراه المقبله، والا ما غنلقاوش تذاكر، وبالتالي الاداره تتقوم بالعمل ديالها باش تجهز في حاله التاهل ان شاء الله اللي تنتمناه. اما حنا عندنا تركيز كبير على المباراه ديال غدا، عندنا التركيز اولا على الحصه ديال اليوم، نشوفوا اللاعبين كيفاش حاضرين باش نحاولوا نختاروا احسن تشكيله واحسن تركيبه للمباراه ديال غدا، لان المباراه ديال غدا مباراه قويه بالنسبه لنا. غنواجهوا مولوديه الجزائر اللي ما عنده حتى شي حاجه باش يخسرها، وبالتالي غيكون دفاع قوي، ما نعرفوش الاستراتيجيه اللي غيلعب بها، ولكن حنا لازم اننا نكونوا في افضل الحالات ديالنا، لان المباراه اللي لعبنا معاهم في بليده ما كانتش مباراه سهله رغم النقص العددي ديالهم، وبالتالي مباراه بالنسبه لنا مباراه قويه. حتى نفكروا في المباراه ديال غدا بشكل كبير، لان مباراه مهمه، منعرج مهم بالنسبه لنا في مشوار ديال هذا الموسم.